في احسن حالاته الترابط، وده واضح جدا في اخر 7 ماتشات على التوالي، فوز الحمد لله، النسب الفنيه نسب الفوز جامده جدا ما شاء الله. الترابط بالنسبه للجانب الفني عند اللعيبه في الشغل الفني نفسه خلال احداث سير المباراه رائع طبعا. كل حاجه ماشيه بفضل الله، تحس بدقه غير عاديه، بتركيز، بالتزام، بنشاط، بحب، باحترام، بتخطيط، بنظام، باداريات، بفنيات. انا من وجهه نظري ان الحاجات يعني ما شاء الله مثاليه غير عاديه في النادي الاهلي، بدايه من مجلس الاداره للجهاز الفني للعيبه، وده الحمد لله ده رد فعله على الفريق انه ترتيبه الاول بلا منازع بفضل الله تعالى، مرشح طبعا ان ياخد الدوري الحمد لله. احنا بنحاول نحقق ارقام الدوري الحمد لله ان شاء الله محسوم، لكن الاهلي بيسعى للارقام الغازيه، فده اللي واضح اللي شايفينه لحد ما نتكلم في سير المباراه. اعتقد ان بالاضافات اللي جت بالنسبه لفريق الاتحاد السكندري هيبقى في بعض من الديه الفنيه، وده ان شاء الله هنتكلم فيه في احداث المباراه. هنتكلم كابتن عادل، اسمع برضه وجهه نظرك من حيث اهميه المباراه قبل ما نتكلم في النقاط الفنيه لهذه المباراه. يعني عايز اقول لك انه الاهميه بعد مباراه الاسماعيلي، انت كسبان المنافس بتاعك السنه دي اللي هو الاسماعيلي في اخر مباراه، فزودت البناط ل9، وبعدين عايز اقول لك انه النادي الاهلي كان طلع 6 اعاره، يمكن 6 او 5 لعيبه اعاره. الحاجه الثانيه المهمه انه كمان النادي الاهلي عنده لاعبين عايز اقول لك من اللي هم المميزين جدا، اللي المفترض ان هم الايام الجايه يبقى لهم دور كبير قوي. عايز اقول لك كمان المجموعه الكبيره اللي كانت في النادي الاهلي والمجموعه الكبيره اللي كانت بتعمل مشكله للجهاز الفني، وبدا انا شفت النادي الاهلي يمكن دي من السلبيات اللي انا كنت شايفها من البدايات، بدايات الدوري، انه في اماكن في لاعبين اماكن مهمه كتيره قوي، يعني فيجي 10 لعيبه على الطرف ناحيه اليمين وناحيه الشمال كانوا 10 لعيبه فعلا، ودلوقتي بقى هم وصلوا ان هم يعني طلعوا اعاره 4 منهم، وبعدين بدا 2 كمان يتحط لهم مكان اخر. عايز اقول لك ان الكابتن حسام البدري المفترض انه ماشي افضل فرقه في الدوري من حيث الاستقرار الفني والاداري، وكمان الكابتن حسام البدري بعد الاداء المميز اللي كان عامله في اول 4 مباريات وبعدين نزل الاداء شويه، رجع المباراه دي وان شاء الله انه يكمل طول الدوري كده. تمام كابتن عادل، متخوف من ايه في هذه المباراه؟ انا من الاجهاد بس. كابتن ربيع، لا، عدم توفيق اللاعبين الاجهاد، لان القوام اساسا في 8 ما سافروش.